أنواع الشرك. هل انتهيت من حفظ السورة يا عائشة؟ نعم، كم أنا متشوقة لسماع المعلمة وهي تمدحني أمام زميلاتي لإتقان الحفظ. ولكن هذا الفعل لا يليق بك يا عائشة. ماذا تقصد؟ يجب أن يكون حفظك للقرآن لوجه الله تعالى، وألا تكون غايتك مدح الناس لك، لأن ذلك يعد رياءً. وهل الرياء من الأمور المنهي عنها؟ نعم، فهو شرك، والشرك نوعان. النوع الأول هو الشرك الأكبر، ويعني صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. أستنتج من اسمه أنه ذنب عظيم جداً. هذا صحيح، فهو يخرج صاحبه من ملة الإسلام ويخلده في النار ما لم يتب، كما أنه يحبط جميع الأعمال. هل يمكن أن توضح لي أمثلة لهذا النوع من الشرك؟ بالطبع، كمن يدعون علم الغيب، فمن يعتقد من البشر أنه يعلم الغيب مع الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. ومن أمثلته أيضاً دعاء أصحاب القبور والأضرحة في تفريج الكرب وحصول الرزق، وكذلك إنكار أسماء الله وصفاته من الشرك الأكبر. وهناك أيضاً طاعة المخلوقين بتحليل الحرام أو تحريم الحلال، وكذلك مساواة غير الله بالله في المحبة. لقد أخبرتني أن النوع الأول هو الشرك الأكبر ويخرج صاحبه من ملة الإسلام. أستنتج من هذا أن النوع الثاني لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. أحسنت يا بنيتي، النوع الثاني هو الشرك الأصغر، ويعني كل معصية سميت شركا ولم تصل إلى حد الشرك الأكبر، وهو محرم وينقص الإيمان، ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. أعتقد أن الرياء الذي أخبرتني به منذ قليل يعد من الشرك الأصغر، أليس كذلك؟ بالتأكيد، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. والرياء كمن يحسن صلاته ليمدحه الناس. وهل للشرك الأصغر أمثلة أخرى؟ نعم، فمنها الحلف بغير الله، كقول والنبي والكعبة. بالفعل، ومن أمثلة الشرك الأصغر أيضا قول لولا الله وفلان. أستغفر الله العظيم من جميع الذنوب، من الآن لن أهتم لمدح الناس لي ليكون عملي خالصا لوجه الله تعالى. بارك الله فيك، والآن لتلخصي ما تعلمته اليوم. خلاصة ما تعلمناه اليوم: الشرك نوعان، الشرك الأكبر وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وحكمه مخرج من ملة الإسلام، وصاحبه مخلد في النار ما لم يتب. الشرك الأصغر هو كل معصية سميت شركاً ولم تصل إلى حد الشرك الأكبر، وحكمه محرم وينقص الإيمان، ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام.